اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنشوف طبعا اسعار الخضار النهارده في سوق العبور، وهنشوف اسعار الزيتون علشان الناس اللي سالت على اسعار الزيتون. طبعا بالنسبه لاسعار البطاطس اسعارها شده طبعا بقالها فتره، اسعار البصل يعني يعتبر في المعقول، هنشوف الطماطم هنشوف كل حاجه. ولكن في البدايه بشكر كل متابعينا على دعمهم للقناه، وبشكركم جدا على ثقتكم في القناه وثقتكم برضو في الفيديوهات، شكرا لكم، شكرا لكل من عمل لايك واشترك في القناه. بالنسبه طبعا لاسعار البطاطس النهارده في سوق العبور، البطاطس يا جماعه طبعا عندنا بطاطس الثلاجات اللي هي طبعا للطبخ، والتبريد اللي هي للتحمير. البطاطس عموما كلها تبدا معاك من 17 جنيه لحد التايسون اعلى حاجه 22 جنيه، تمام؟ يعني 17 و16 لحد 18 جنيه دي الثلاجات. التبريد اللي زي الكاره تبريد فيها لحد 20 جنيه، والتايسون اعلى حاجه فيها لحد 22 جنيه، التايسون يعتبر اعلى درجه في التحمير. بالنسبه طبعا لاسعار الكوسه كل لحظه بسعر، يعني ممكن تلاقي في كوسه ب 15 جنيه، في كوسه لحد 18 جنيه. بالنسبه لاسعار الخيار البلدي طبعا اسعاره منخفضه عن الخيار الصوب، يعني البلدي هتلاقي فيه من 12 جنيه لحد 13 جنيه، والخيار الصوب فيه لحد 17 جنيه. حسب الجودة وكل الأسعار موجودة. بالنسبة بقى لأسعار الطماطم، طماطم أسعارها شدة بقالها فترة، لأن طبعا في فاصل عروة وارتفاع درجة الحرارة أثر على الزرع شوية فأسعارها شدة، يعني الأعداد الصغيرة من 18 ل 20 كيلو فمن 200 جنيه لحد 250 جنيه، والعدات الكبيرة اللي هي 25 و27 كيلو فيها لحد 280 و300 جنيه لعداية الطماطم. كل الأسعار موجودة، أهم حاجة كمية العرض والطلب، واهم حاجه طبعا الجوده. بالنسبه بقى لاسعار البصل في سوق العبور، طبعا البصل الاحمر والابيض والذهبي والكشر الفار والكلام ده كله، فبالنسبه للبصل الاحمر في بدايه من 4 جنيه لحد 6 جنيه، من 4 جنيه لحد 6 جنيه. بالنسبه لاسعار البصل الذهبي والابيض في طبعا لحد 7 جنيه و8 جنيه. البصل الكشر الفار يا جماعه بعض التجار بتقول طبعا في لحد 10 جنيه و9 جنيه حسب الجودة، وحسب برضو يعني بالنسبة للبصل عموما اللي هيبقى موجود الأيام الجاية اللي هو النظيف اللي استحمل لارتفاع درجة الحرارة، فنتوقع أن أسعار البصل تشد الفترة الجاية. بالنسبة لأسعار التوم، طبعا في توم يا جماعة يعني في 50 جنيه وفي لحد 60 جنيه حسب الجودة. بالنسبة لأسعار التوم طبعا في توم بقرش وفي توم روز بس، يعني كل الاصناف اللي انت عايزها موجوده في سوق العبور. اسعار الزيتون طبعا الزيتون يا جماعه في زيتون يبدا يعني في زيتون 45 جنيه وفي زيتون لحد 50 جنيه، لسه بشاير يا جماعه، لسه الزيتون بشاير، فعشان كده طبعا اسعاره شده شويه، تمام؟ يعني في من 45 لحد 55 جنيه في الزيتون. انتظرونا ان شاء الله كل جديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.